معلومات يمكن تكون أول مرة تسمعها عن الأهرامات. الحجر الواحد في الهرم وزنه من 2 ل 15 طن. عدد أحجار الهرم حوالي 3 مليون حجر. حجر الجرانيت في سقف حجرة الملك وزنه 70 طن، ولحد دلوقتي محدش عارف المصريين القدماء إزاي رفعوها رغم حجمها المهول ده. ممر دخول الهرم بيشير لنجم القطب الشمالي، والدهليز الداخلي بيشير لنجم الشعر اليماني. لو وضعت قطعة لحم في حجرة الهرم، قطعة اللحم هتجف من السوائل اللي فيها بس مستحيل تتعفن، وده سر غامض محدش عارف ايه سببه. محيط الهرم مقسوم على ارتفاع الهرم بيساوي 3.14 من 100، والرقم ده يعتبر رقم غير عادي في علم الرياضيات، وبيستخدم في الرياضة والفيزياء بشكل مكثف. الهرم قديما كان بيضيء ليلا لانه كان مطلي بمادة مشعة، ويوم واحد بس في السنة بتتسلل اشاعة الشمس داخل الهرم الاكبر، وهو يوم ميلاد الملك. مربع قاعدة الهرم بيشير الى الاربع اتجاهات، شمال وجنوب وشرق وغرب.